السلام عليكم، اهلا بكل متابعي قناه وصفات ويوميات ام ريانه. ان شاء الله في صحه وعافيه دايما يا رب. معانا بقى النهارده احلى صينيه بطاطس بالفراخ ممكن تجربيها. طريقه سهله وبسيطه، واهم حاجه انها صينيه خفيفه، ولا هتتعب معدتك ولا هتاخد منك وقت في عمايلها. جربي طريقتي في صينيه البطاطس مش هتندمي خالص. شايفه بقى جمالها وهي خارجه من الفرن؟ بجد ريحتها حلوة قوي، متأكدة انك هتجربيها وهتعجبك ان شاء الله. كل حاجة فيها مستوية ومظبوطة. شايفة البطاطس دايبة ازاي وفي نفس الوقت مش مكسرة خالص، والفراخ مشوية وواخدة لون جميل قوي. الصينية دي بجد بتطلب مني دايما من جمالها وحلاوة طعمها. عاملينها بقى جنب شوية رز بشعرية مفلفل جميل، كمان شوية سلطة خضراء، وكده الأكلة بتاعتنا جهزت وبقت زي الفل. لو كنت أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. كمان ما تنسيش لايك للفيديو. أول حاجة معايا هنا طبعا الخضار اللي أنا هستخدمه في صينية البطاطس. معايا البطاطس طبعا متقشرة، معايا الجزر، معايا فلفل رومي، معايا الطماطم، وطبعا معايا البصل. طبعا كل ست في مصر ليها طريقتها في صينية البطاطس، بس بجد البطاطس بالطريقة دي خفيفة ولذيذة جدا جدا، طعمها بيبقى جميل قوي. كمان هقولك على التوابل اللي هحطها فيها، بجد بتديها نكهة بسيطة وجميلة. أول حاجة هبتدي فيها هي تقطيع الخضار، وزي ما انت شايفة أنا مقطعة البطاطس شرايح مش رفيعة قوي ومش تخينة قوي، خليها وسط لأني هسوي الفراخ فيها فمش محتاجاها تبقى رفيعة. كمان هبتدي اقطع الطماطم كده زي ما انت شايفه، حوالي 4 طماطمات متوسطين، وطبعا كميه الخضار اللي هتستخدميه هيكون حسب عدد افراد اسرتك. هنا ما شاء الله انا قطعت كل الخضار والوانه جميله جدا وشكله يفتح النفس بجد. كمان نفسي تجربي الجزر مع صينيه البطاطس، بيديها حلاوه وطعم جميل جدا. الجزر بيخلي الصينيه مسكره وجميله قوي. كل اللي انا هضيفه بمنتهى البساطه نص معلقة كده من الفلفل الاسود، كمان هضيف نص معلقة كبيرة من الكمون. بصي بقى التوابل اللي هستخدمها بسيطة بس بتدي طعم تحفة جدا لصينية البطاطس. فلفل اسود، كمون، وطبعا الفلفل الاسود انا ضيفاله شوية من الحبهان البودر، زائد كده معلقة من الملح. طبعا حسب الكمية بتحددي كمية الملح اللي هتحطيها. حطيت الملح والفلفل الاسود والكمون والحبهان. اخر حاجه هضيفها هي معلقتين كبار من السمنه البلدي. بس كده بس كده، وخدي عندك احلى صينيه بطاطس بجد. والخطوه بقى دي مهمه قوي، ان انا اقلب كل الخضار مع التوابل اللي حطيتها. بجد الخطوه دي بتفرق جدا في طعم البطاطس. خطوه تقليب المكونات كلها مع بعض مهمه جدا، بتدي للخضار طعم جميل جدا. خلي بالك انا لا اضفت توم ولا هضيف صلصه طماطم ولا هضيف 7 بهارات ولا اي حاجه، مجرد التوابل اللي قلتلك عليها، وخدي عندك احلى طعم لصينيه البطاطس. معايا هنا بصلايه مبشوره، حطيت عليها شويه فلفل اسود وشويه ملح، كمان هضيف لها شويه من الحبهان البودر، وهبتدي كده اجيب الفراخ. انا هنا عندي اوراك، الاوراك كانت كبيرة قوي، بفصلها كده، بستخدم الدبابيس في اكلة لوحدها، وباقي الورك بستخدمه كده مع صينية البطاطس بيبقى حلو قوي. انا دلوقتي هبتدي اتبل الفراخ عشان تاخد طعم حلو. هدعك كويس كده البصلة بالملح والفلفل الاسود والحبهان، وابتدي اتبل الفراخ. بفصل كده بين الجلد واللحم، وحط كمية بسيطة عشان طبعا تديني طعم حلو قوي في الصينية من قدام وكمان بين الجلد واللحم عشان الفراخ تتبل معايا كويس. وطبعا تقدري تحطي اوراق كاملة لو عندك اوراق صغيرة، او حتى دبابيس الفراخ برضو بتبقى حلوة في صينية البطاطس، او حتى فرخة كاملة، بس لازم تكون الفراخ اقل من 2 كيلو عشان تستوي معانا مظبوط. بصي بقى كده الخطوة دي مهمة قوي في تتبيل الفراخ، هتديها طعم جميل. لو شميتي اي ريحة زفارة للفراخ انقعيها شوية في ملح وليمون، ريحة الزفارة دي هتختفي على طول. خلاص هنا تمام، انا اضفت الفراخ لصينية الخضار، وزي ما انت شايفة انا بحاول اخلي الفراخ تبقى تحت في ارضية الصينية والخضار هو اللي فوق، طبعا لان الفراخ هتاخد تسوية اكتر من الخضار. خلاص هنا زبطت الصينية وكله تمام،
هبتدي دلوقتي اضيف كوبايه من الميه على صينيه الفراخ كده على طول، ولازم لازم الصينيه دي تغلي على البوتاجاز على الاقل كده ربع ساعه قبل ما احطها في الفرن. وطبعا هتتحط على فرن عالي درجه حرارته 200، وطبعا زي ما انت شايفه انا بغطيها بورق الفويل عشان وشها ما يتحمرش بسرعه وما تكونش هي لسه استوت. هديها غلوه على البوتاجاز وبعدين هدخلها الفرن، واخر 10 دقايق من التسويه هشيل الورق الفويل عشان الفراخ تاخد لون حلو. وهي دي التسويه المظبوطه لصينيه البطاطس، وبالف هنا وصحه على اللي هياكلها. يلا بقى على البوتاجاز نفلفل شوية رز بشعرية. طبعا الفيديو ده للناس اللي لسه ما بتعرفش تعمل رز، البنات الصغيرة والعرايس كمان اللي لسه مبتدئين حياتهم، لكن طبعا أمهاتنا الكبار تسلم إيديهم على أي حاجة بيعملوها وبنتعلم منهم كل حاجة. أول حاجة عملتها إن أنا أضفت معلقتين كبار من الزيت على معلقتين كبار من السمنة وهبتدي أحمر الشعرية. أي رز بتعمليه دايما ضيفيله السمنة مع الزيت، السمنة بتديله طعم حلو قوي، كمان الزيت بيساعد إن الرز يبقى مفلفل. دي أول خطوة في عمايل الرز. طبعا الرز بشعرية زي ما انت شايفة أنا مجهزة جنبي الرز وغسلاه وكمان مصفياه، دي خطوة أساسية لازم تعمليها. كمان الشعرية لازم تتحمر معاكي لدرجة تبقى فيها ذهبي فاتح، ما ينفعش ما تحمريش الشعرية كويس عشان لو ما حمرتيهاش هتعجن في الرز وكمان هتنزل النشا اللي فيها والرز مش هيكون مفلفل. بصي كده درجة لون الشعرية هي دي الدرجة اللي أنا عايزاها. هبتدي دلوقتي أضيف الرز، وزي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة لازم الرز ياخد سخونية قبل ما تضيفيله المية أو الشوربة. لازم تفضلي تقلبي في الرز مع المادة الدهنية عشان طبعا يسخن كويس ويفلفل معاكي. هفضل أقلب فيه كده شوية، وطبعا بالراحة وعلى مهلك خالص عشان ما تتلسعيش وكمان تاخدي نتيجة كويسة للرز. طبعا الاكل محتاج صبر شوية، اتعلمي كده في البداية وبعد كده ان شاء الله هتبقي محترفة فيه وهتعمليه بسهولة. هبتدي دلوقتي اضيف كوباية من الشوربة وهكمل الباقي مية سخنة. تمام، كان عندي كوباية شوربة كده هتديله طعم حلو، واضفت مية مغلية من الكتل. طبعا ما ينفعش تضيفي مية ساقعة، يفضل لو كانت المية مغلية، ومقدار المية اللي هتحطيها على الرز هيكون بارتفاع 2 سنتي فوق الرز، وغالبا كوباية الرز المصري بتحتاج كوباية من الشوربة او المية المغلية. هسيبه يغلي على النار دقيقتين تلاتة مش اكتر، وهضيف له معلقة صغيرة من الملح، وكمان بحط حوالي يعني نطرة صغيرة خالص من الفلفل الاسود بتديله طعم حلو قوي. هدي تقليبة كده، وزي ما قلتلك هسيبه يغلي شوية صغيرين، هغطي الحلة واوطي النار شمعة خالص زي ما احنا كلنا عارفين عشان الرز يستوي براحته، وهتاكلي احلى رز بشعرية. هنا بقى خلاص طلعت صينية البطاطس بالفراخ من الفرن، بص منظرها بجد شكلها تحفة وريحتها فظيعة فظيعة، بجد احلى صينية بطاطس ممكن تجربيها. كمان عملت شوية سلطة بتبقى حلوة قوي مع الاكلة دي. شايفة الرز بقى عامل ازاي؟ الحباية بحبتها بجد مفلفل وجميل قوي، بألف هنا على اللي كلها. هطلع كده الفراخ هقدمها فوق الرز. بصي البطاطس منورة وجميلة قوي، والفراخ متحمرة ومستوية، بس اهم حاجة ما تحطيش فراخ كبيرة في صينية البطاطس. كمان جربي طريقة البطاطس دي، طبعا ناس كتير بتعملها بالصلصة وناس كمان بتحط عليها اضافات كتيرة، بس الطريقة البسيطة دي بجد طعم البطاطس فيها بيبقى مميز قوي. كمان الصوص اللي بينزل من الفراخ مع البطاطس بيخلي طعمها تحفة قوي. بصي بصي بقى وانا بغرفها كده مفيش بطاطسايه مهريه ولا بطاطسايه متقطعه، كله سليم ومستوي في نفس الوقت. كمان الجزر بيبقى طعمه حلو قوي قوي مع البطاطس، شرايح الفلفل شرايح البصل كل ده بيدي للبطاطس نكهه وطعم مميز جدا. جربي طريقتي البسيطه في صينيه البطاطس ان شاء الله هتعجبك جدا وهتعتمديها على طول. انا الناس بتطلب مني الصينيه دي تحديدا ويقولوا لي ايه الحلاوه دي، ده طعمها جميل انت حاطه فيه ايه، ولو يعرفوا المكونات بسيطه وسرها بسيط جدا ما فيهاش اي اسرار غير بس المكونات اللي قلتلك عليها، وهتاخدي احلى طعم لصينيه البطاطس. بصوا بقى قدمناها كده بالشكل الجميل، الفراخ لونها جميل قوي ومستويه طبعا ومتبله مظبوط. اتمنى في نهايه الفيديو ما تنسينيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله.